السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد القيوم خوجة من شركة بروج العقارية. مقابل مطار طرابزون المعروف منطقة بلتلي. منطقة هذه مميزة جدا. نستعرض لكم اليوم شقة في هذا المجمع الجميل. مجمع فيه 9 أبراج تقريبا. مجمع متكامل موجود في الجلسات العائلية زي ما انتم شايفين المتواجد انا فيها. المساحات الخضراء بالإضافة إلى بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة. تعالوا مع بعض نشوف إطلالة الشقة وتفاصيل كاملة عن الشقة على أرض الواقع. تفضلوا معنا. وصلنا للدور الخامس. شقة 3 غرف صالة مساحة 165 متر مربع. احنا متواجدين في الكوريدور. يسارنا توزيع باقي الغرف ويميننا على الصالة. نتوجه الى الصالة. مساحة حلوة وكبيرة. عندنا واجهة امامية على البحر. وايضا مقابلنا مطار طرابزون زي ما انتم شايفين. بالاضافة الى اطلالة الطبيعة الجميلة. ما ننسى التدفئة الموجودة اللي هو التدفئة المركزية موجودة في كل الغرف والصالة. من الصالة نتوجه إلى البلكونة. البلكونة هذه مشتركة بين المطبخ والصالة. بلكونة مساحتها تقريبا نقدر نقول 2 متر في 5 أمتار. ومزودة بالزجاج المتحرك الشرائح. وإطلالتها على البحر ومن الجنب على الطبيعة. يعني الإطلالة هذه مضمونة أنه ما حد يقدر يبني قدامنا ويقفل علينا الإطلالة. نكمل تفاصيل باقي الشقة. نرجع إلى الصالة. ومنها نتوجه إلى المطبخ. عندنا دواليب المطبخ راكبة ومساحة المطبخ كبيرة ما شاء الله تبارك الله. شيء جميل ورائع. دواليب راكبة ذات كواليتي جيد. وايضا الميزه الحلوه انه واصل الغاز الطبيعي في المجمع. والمخرج الاخر للبلكونه من جهه المطبخ. نطلع من المطبخ نتوجه الى تفاصيل باقي الشقه. يميننا هنا عندنا الغرفه الاولى. مساحات الغرف جيده وكبيره زي ما انتم شايفين. يعني 4 في 4.5 تقريبا. ولها بلكونة. الغرفة هذه بلكونة إطلالتها على الجهة الجانبية والجهة الخلفية ومزودة أيضا بالزجاج المتحرك الشرائح. إطلالة الطبيعة الخلابة. شيء رائع ما شاء الله تبارك الله. نتوجه من الغرفة هذه إلى تفاصيل باقي الشقة. زي ما قلت لكم عندنا المنطقة هذه منطقة الموزع والكوريدور. يعني المنطقة هذه عندنا الصالة ومطبخ وغرفة وهنا تفاصيل باقي الشقة. يسارنا هنا عندنا دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة. مقابلها دورة مياه وانتم بكرامة نظام عربي. بجوارها عندنا هنا غرفة صغيرة نقدر نقول انها كمخزن او ستور او غرفة غسيل. بجوارها عندنا الغرفة الثانية. الغرفة الثانية اطلالتها الجهة الخلفية اطلالات جيدة ما شاء الله. وايضا على الجهة الخلفية للمجمع. نطلع من الغرفة الثانية نتوجه الى غرفة الماستر. شوفوا ما شاء الله مساحة غرفة الماستر. نقدر نقول 5 في 4 أو 5.5 في 4. مساحة كبيرة ما شاء الله لغرفة النوم الماستر. ولها دورة مياه خاصة فيها. وإطلالة غرفة الماستر إطلالة خلفية على الطبيعة.
في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.